سلام عليكم، مساكم الله بالخير. صراحة أجواء البحرين ما شاء الله ميسر لنا كل الأمور. أنا إلى ما أجي بحرين به طول اليوم محبوس، إلى ما أجي وأخذ هالنظرة على هالعمران وعلى هالخير وعلى هالتعمير اللي في بلادي البحرين أحس أن أنا في سجن. لكن لما أجي هالمنطقة هذه والدكتور أشوف الدكتور حسين الشهابي وأشوف بعد حسين الغالي خلاص تريد لي الروح، وأقول اقعد في البيت أفضل لك وريح روحك عن كورونا. يعني انت الحين كورونا تحس هذا وقتك تجي له هالبلادين الحلوة وتحرمنا نتمتع في هالفسلتي الموجودة في بلدنا، ونخلي هاللي قاموا بهالمشاريع الجبارة كذي يابسة. اللهم احفظ مملكة البحرين بما فيها وطورها مثل ما هي متطورة واكثر. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكل من ساهم في الصحة وفي تطوير البلد. أحب أشياء البحرين.